ان رئتي هتنفجر من قلة الهواء. مش قادرة، انا خايفة، انا بغرق، بموت. حاولت اضربها برجلي بس ما كانش في حاجة ورايا. راسي بتتقل، مش قادرة اقاوم. فجأة حسيت اهلا بيكم. حلقتنا النهارده هي قصه بعنوان بدون تفسير، حدث بالفعل. بطلب من كل اللي بيسمعوني ما ينسوش اللايك والشير، ولو انت او انتي جدد معانا حابب اتشرف باشتراك حضراتكم في القناه، وكمان تفعلوا الجرس علشان كل تنويهات حلقاتنا توصلكم اول باول. جاهزين؟ يلا بينا. من كام سنة نقلوني لفرع الشركة في اليابان وقالوا لي اني هقعد في الشركة مأجرها ليا، بس الشقة بتاعت الشركة كانت قذرة وضيقة وما كنتش مبسوطة فيها، علشان كده بدأت ادور على شقة تانية اقعد فيها حتى لو على حسابي. وبعد كام يوم من البحث لقيتها، كانت شقة ايجارها رخيص بشكل غريب بس واسعة في مكان كويس وقريبة من مكان شغل. الشقة كانت مكونة من أوضة نوم ومطبخ وحمام، بس المميز فيها كان إن على الرغم من إن الحمام ضيق إلا إن كان فيها بانيو معدني كبير، ودي حاجة مش معتادة في الشقق الإيجار هنا. في ليلة من الليالي كنت قاعدة في البانيو بغسل شعري، الشامبو مالي وشي وعيني مقفولة، بس حسيت بحاجة غريبة. مسحت الشامبو من على عيني وفتحت عيني براحة، وبطرف عيني لمحت حاجة مش طبيعية. من على طرف البانيو البعيد كان في ايدين لونهم ابيض شاحب ماسكين طرف البانيو. غسلت وشي بالمية بأسرع وقت ممكن، فتحت عيني تاني وبصيت حواليا بس ما كانش في الحمام اي حد او اي حاجة غريبة. حاولت اهدي نفسي واقنع نفسي ان دي كانت مجرد تهيؤات او خيالات، بس بسبب ان عيني كانت مليانة شامبو. لكن اللي حصل بعد كام يوم خلاني اغير رأيي للمرة التانية. كنت قاعدة في البانيو وللمرة التانية احس بشعور غريب. المرة دي كنت عارفة المفروض ابص فين، وشفتهم الايدين اللي لونهم ابيض شاحب وهما ماسكين طرف البانيو، كأن حد ورا البانيو بيحاول يدخله من غير ما احس بيه. غسلت وشي وبصيت، بس خلال ثواني كانت كل حاجة اختفت. ما كانش فيه أي حاجة في الحمام غير الخوف اللي سيطر عليا وخلى جسمي كله بيترعش. بس أنا متأكدة من اللي شفته، دي إيدين طفل صغير، أنا مش مجنونة، أنا متأكدة. لكن من بعدها كل حاجة مشيت بشكل طبيعي لحد يوم أجازتي من الشغل. كنت باخد دايما اليوم ده أجازة كل شهر، وبستغل اليوم ده في تنظيف البيت وترتيبه، خصوصا أوضة نومي اللي بتتحول لفوضى لا يمكن حد منكم يتخيلها. بدأت أنظم حاجتي وأرتب هدومي، حبيت أفصل شوية هدوم عن الباقيين، وقررت أشيل شوية حاجات من الدولاب وأحطها في درج من الأدراج. شدت الدرج من مكانه علشان أرتب الحاجة براحتي، لكن قبل ما أرجعه مكانه حسيت بحاجة ملزوقة تحته. بصيت وشفتها، صورة طفل صغير في حضانة تقريبا. الغريب ما كانش صورة الولد ولا الطريقة اللي كانت ملزوقة بيها تحت الدرج، الغريب كانت ايديه اللي عرفتها من النظرة الاولى. جسمي كله بدأ يترعش، خرجت بسرعة ورميت الصورة دي في سلة الزبالة. في نفس الليلة كنت سهرانة في اوضتي بتفرج على التلفزيون، ولما سمعت صوت جاي من الحمام قمت من مكاني وانا بترعش. مشيت لحد باب الحمام ببطء، فتحت الباب وبصيت جوه، فوجئت ان البانيو مليان مية رغم اني متأكدة اني سايبها فاضي. بس مش مهم، ممكن اكون مليت ونسيت. قربت من البانيو علشان اشيل السدادة وافضيه، بس بمجرد ما وطيت ناحيته شفتها، كانت واقفة ورايا. شفت انعكاسها على السطح المية،
ست شكلها وحش قوي، وشها لونه رمادي ولحمه متآكل وشعرها اسود طويل منكوش حوالين وشها. نظرة الشر والحقد اللي كانت مليانة عينيها ده كان المرعب اكتر. فجأة وقبل ما افهم ايه اللي بيحصل او الحق اتصرف، حسيت بايد قوية بتمسك راسي من ورا وبتغطسني في المية. حاولت اقاوم بس كانت قوية بشكل مش طبيعي. حاولت اخرج راسي من المية بس ايدها كانت اقوى مني. بحاول اتنفس بس مش قادر، حسيت ان رئتي هتنفجر من قلة الهواء. مش قادرة، انا خايفة، انا بغرق، بموت. حاولت اضربها برجلي بس ما كانش في حاجة ورايا. راسي بتتقل مش قادرة اقاوم. فجأة حسيت بيها بتبعد عني، بصيت ورايا وانا بتنفس بصعوبة وشفته. ايوه، الولد الصغير كان واقف وماسكها من رقبتها وبيرميها بعيد. خبطت في مراية الحمام ووقعت على الارض، لكن المراية نفسها ما حصلهاش حاجة ابدا. مسك ايدي، حسيت بايده ساقعة جدا، قلبي كان هيقف من كتر الخوف. ما كنتش محتاج افكر مرتين، فتحت باب الحمام وخرجت. بس قبل ما اهرب بصيت ورايا لقيت الحمام فاضي، الاتنين ما كانش ليهم اي اثر. خدت مفاتيحي وتليفوني ونزلت اجري الشارع زي المجنونة. في اقرب قسم شرطة حكيت لهم كل اللي حصل. طبعا محدش صدقني، قالوا عليا مجنونة. بس سألتهم سؤال، حد منكم عنده تفسير لعلامات الصوابع الزرقاء اللي على رقبتي مكان ما الست دي مسكتني وهي بتحاول تغرقني؟ بلاش. طيب حد منكم عنده تفسير لعلامات الصوابع الزرقاء اللي على ايدي مكان ما الولد مسكني وهو بيخرجني وبيساعدني اهرب؟ وزي ما توقعت محدش منهم كان عنده اي اجابات. الحاجة الاخيرة اللي عملتها هنا كانت اني دورت على تاريخ الشقة وعرفت اللي حصل فيها. ساعتها كل حاجة بقت واضحة ومفهومة. الولد المسكين ده كان ابن راجل مشغول جدا، وست مش فاضية غير للسهر والحفلات، علشان كده كانوا بيسيبوه بالليل مع اي مربية يلاقوها. وللأسف اخر مربية لقوها ما سألوش عنها كعادتهم، وبالتالي ما عرفوش انهم او انها هربانة من مصحة نفسية. طردت الولد في البيت لحد ما غرقته في البانيو، وبعدها قتلت نفسها. ايوه، انتحرت في نفس المكان. ومن ساعتها واي حد بيدخل البيت بيشوفها وهي بتطرده علشان تموته. بس انا الوحيدة اللي شفته، انا الوحيدة اللي شفت الولد وهو بينقذ حياتي من بين ايديها. ما اعرفش ليه انا، بس ممكن علشان حظي حلو، ممكن علشان لسه ده مش ميعاد موتي. مش عارفة، حد منكم عنده تفسير؟ خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى القصة تكون عجبتكم. قصتنا النهاردة بعنوان لا تفسير. القصة دي حدثت بالفعل. لو عجبتك يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم احمد ربيع من قناة غرائب حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.